للعمال للطبقة العاملة المصرية عن الحد الأدنى للأجر. ويمكن المشكلة دي كانت مسار دعاوي تم رفعها وتم حسمها في 2009 وصدر حكم لصالح العمال بحد أدنى. خلال الفترة اللي فاتت دي كلها كانت الحكومة لا تستجيب إلى إرادة العمال وإرادتهم في حد أدنى حقيقي معبر عن قيامهم بعملهم. لذلك احنا النهاردة قررنا في ظل القرار اللي طلع اللي احنا أعلننا رفضنا ليه، أعلننا رفضنا للحد الأدنى للدخل اللي الحكومة أعلنته وقسمت فيه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، ما وضعتش حد أدنى حد أقصى للأجر. في مشاكل كتير بالنسبة للقرار اللي طلع بالحد الأدنى للأجر، وعشان كده النهاردة احنا أقمنا الندوة ديت، وهنبدأ ندوتنا بكلمة افتتاحية للكابتن مالك بيومي نائب رئيس الاتحاد والقائم بأعمال رئيس الاتحاد، وهيتفضل هو يدينا كلمة بسيطة كده عن الاتحاد، وبعد كده هيبقى الكلمة مع الأستاذ هاني سمير هيكلمنا عن ما تم داخل جلسات المجلس الأعلى للأجور، ثم الدكتور أحمد سيد النجار هيدينا رؤية كاملة عن الحد الأدنى للأجر وكيفية تمويله، وهل الحد الأدنى وما صدر عن الحكومة هل هو شيء معبر حقيقي عن ثورة أم بيها شعب مصر بيطالب فيها بالعدالة الاجتماعية ولا لأ، وكيفية تمويل الحد الأدنى الحقيقي. كل دوت هنبدأ الكلمة البدائية مع الأستاذ الكابتن مالك بيومي وثم الأستاذ أحمد سيد النجار. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الإعلاميين وممثلي اتحاد المصنع قوات المستقلة النقابات العامة واللي قدر يجي منها، وإحنا منتشرين إن شاء الله في 27 محافظة. في قضايا كتير جدا جدا إحنا بنناضل فيها تقريبا من ساعة إعلان اتحاد النقابات المستقلة بعد ثورة 25 يناير 2011، عندما أعلننا هذا الاتحاد في 30 يناير 2011. قضايا العمال متعددة وتضرب في الاقتصاد المصري، كلما كان العامل لا يستطيع أن يحقق العدالة الاجتماعية فالاقتصاد المصري يتدهور من سوء إلى أسوأ، وهذا ما يجب أن تعيه الحكومات المتعاقبة. وللأسف يبدأ من قانون الحريات النقابية إلى الحد الأدنى للأجور إلى البطالة إلى التعسف إلى الضغط على العامل المصري الذي ينفذ ما قالته مبادئ الحريات الإنسانية. مبادئ الحرية الإنسانية لكل عامل أن ينشئ وينضم إلى نقابته حتى يرى مصالحه، وهذا هو المبدأ الأساسي لكل ما نطلبه من أي حكومة. النهاردة بنتكلم وبنخصص هذه الندوة للاقتصادي الذي علمنا الكثير والذي عاشرناه في السنوات القليلة الماضية، وبصراحة يعني أي كلام إحنا بنقوله في 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 مجمل كيفية نشر العدالة الاجتماعية نتيجة إن إحنا دايما بنشوف إزاي الاقتصاد المصري يقدر يزدهر وإيه العوامل اللي نقدر منها نوفر للعامل الرعاية الصحية والتأمينات وأجره الذي يكفيه والذي يوفر ليه يعني أقل مبادئ الإنسانية عشان ولاده. عندنا قوة العمل موجودة في مصر 27 مليون، ده إحصائيات الحكومات ووزارة التخطيط. 27 مليون دي قوة العمل، قوة العمل لكل من يستطيع أن يعمل فوق 15 سنة، السن 15 سنة. بعد كده يقول لك ان في ناس بتشتغل، اللي ممكن يشتغلوا قوة التشغيل دلوقتي حاجة وعشرين مليون. الموازنة بدأت من 2009 كانت بأرقام معينة، وصلنا ل 171.2 النهاردة. طالبين بس النهاردة نوضح ازاي نعيد توزيع الأجور بطريقة عادلة،
وإيه هي ألياتنا عشان نقدر مطالبنا نحققها، عشان يقدر العامل يعيش، مش عايز أقول لك يعني ما يعيش على خطوط الفقر، وينسوا بقى سنة 1984 وال35 جنيه الحد الأدنى. المفروض بقى يبصوا النهاردة تضخم الأسعار والمراقبة على تضخم الأسعار والكلام ده إذا حضر الماء وبفضل التيمم. معنا من يقول لنا كيف نعيد توزيع هذا الدخل حتى نصل إلى الأجر الأساسي. ال1200 جنيه اللي احنا كنا بنتكلم فيهم ده الأجر الأساسي، إزاي بقى نوصل للكلام دوت؟ قال الكلام ده كتير جدا جدا الدكتور أحمد النجار، وأنا النهاردة لن أطيل ما هو الاتحاد النقابات المستقلة، اتحاد المصري النقابات المستقلة سيناضل، وحتى لو وصلت لثورة تالتة أو ثورة تالتة واللي هيقوم بها النهاردة العمال. شوفوا العمال، بصوا على متطلباتهم، واسألوا الاقتصاديين الذين يفهمون عنا، بدل ما تحاوروا بعض وتدوا الناتج كله لرؤوس الأموال الضخمة للمحتكرين لما كان قبل 25 يناير. في نهاية كلمتي بشكر الدكتور أحمد أنه شرفنا النهاردة، بنشكركم جميعا، ونرجو بعد هذه الجلسة أن تطيحوا لأنفسكم ما تسألوه من أسئلة للدكتور أحمد النجار. شكرا جزيلا. يعني خلال الثلاثين سنة اللي حكمهم مبارك كان النمو متوسط معدل النمو 4.1% سنويا في المتوسط، ده بناء على البيانات الرسمية اللي هي في شكوك كتير حواليه. هنلاقي النمو مثلا من سنة 65 لحد سنة 80 كان 6.8% سنويا في المتوسط، دي بيانات البنك الدولي. فهنا الموضوع في الحقيقة يعني انه يعني سوء توزيع الدخل بيولد بطء النمو الاقتصادي، فيبطلوا حكاية اصل يعني مش هنقدر وهيحصل تباطؤ ويحصل ركود، لا، الركود بيخلقه سوء توزيع القيمة المضافة واستئصال رجال الأعمال بالكتلة الأعظم من هذه القيمة المضافة. أنا هضرب نموذج في الفترة من 80 ل 85، ده بيان رسمي ومقدم للبنك الدولي، إذا رأي أي حد يرجع للتقرير البنك الدولي اللي هو World Development Indicators أو مؤشرات التنمية في العالم. كان متوسط أجر العامل المصري في الصناعة التحويلية حوالي 60% من القيمة المضافة في الصناعة التحويلية في ذلك الحين. حاليا النسبة، وكان 40% لرب العمل، حاليا النسبة لم تعد فقط معكوسة، ده أصبح كل العاملين حوالي أقل من حوالي ربع يعني القيمة المضافة، وثلاث أرباع القيمة المضافة بتذهب لأرباب العمل. يعني حالة مروعة من سوء توزيع الدخل، من استئصار الرأسماليين بالقيمة المضافة وإعطاء الفتات للعاملين. هو ذنبهم، أنا أعتقد أنه بنسبة 90% هو ذنب الدولة مش ذنبهم. الدولة هي المسؤولة اجتماعيا وليس رجل الأعمال. رجل الأعمال بيبحث عن أقصى ربح، إذا لم تجبره بقانون هيحقق مصلحته صحيح، لكنه هو من باب أنه بيبص لمصلحته في تحت رجليه، مصلحته اللي تحت رجليه انه ياخد الجزء الاكبر من القيمة المضافة في العملية الانتاجية، مصلحته الحقيقية انه ياخد جزء عادل او معتدل ويسيب جزء مهم للعاملين عشان يبقى طلب على السلع اللي هينتجها فينشطوا الاعمال الخاصة به. فكان 60% واتعكست الآية حاليا يعني انهم بياخدوا الربع والثلاث ارباع بيذهب لرجال الاعمال. الحقيقة انه دوما كان بيبقى فيه يعني رد جاهز عند نظام الدكتاتور المتنحي تحت ضغط الشعب، واستمر ايضا في ظل الدكتاتور المعزول، الاثنين اللي هو هنجيب منين. انا هقول ببساطة في الفترة الاخيرة، اول امبارح على شريط الانباء هتلاقي انه وزير البترول بيعلن انه رفعوا دعم الطاقة ل 128.5 مليار جنيه. هو كان في الموازنة اللي موضوعة حوالي 99.8، بنقول تقريبا 100 مليار.
زودوا 28.5 مليار جنيه بجرة قلم وببساطة ومن غير ما حد فيهم يقول ايدنا قصيرة. يبقى الموضوع ان الايد متحولة، في ارادة لدعم الرأسمالية الكبيرة الاجنبية بالاساس والرأسمالية المحلية الكبيرة بعدها والاثرياء. لا يجوز ده في الحقيقة، يعني لا يتعلق الموضوع بتوفر الأموال من عدمه، ولكن يتعلق الأمر بتحول الأموال اللي هي جاية من إيرادات هذه الأمة، من إيرادات هذا الشعب، إلى دعم الرأسمالية الكبيرة الأجنبية لإثبات الولاء يعني الاستعداد لخدمة هذه الرأسمالية وبلدانها الكبرى، وأيضا الرأسمالية الكبيرة المحلية اللي هي صاحبة المصلحة داخليا. ودوما يتقال انه متطلبات اصلاح نظام الاجور، واصلاح نظام الاجور لا علاقه له بالحد الادنى فقط، ده حد ادنى وتوصيف مهني ووظيفي، وحد اقصى وتغير سنوي ينص عليه بالقانون في الحد الادنى عشان ما نرجعش نعمل المعركه دي كل 5 سنين. لانه الحد الادنى للاجر سنه 84 لم يكن عظيما ولكنه كان معتدل بالنسبه للاسعار وقتها. لو تم النص في القانون سنة 84 على أنه يتغير الحد الأدنى للأجر سنويا بنفس نسبة معدل التضخم حتى لا تتآكل قدراته الشرائية، هذا النص كان كافي لإصلاح نظام الأجور ونحتاجش مشكلة اللي احنا فيها بقالنا سنوات طويلة. وحتى بقى الزيادات اللي بيعملها من الحد الأدنى حتى الحد الأدنى للأجور حتى الآن 35 جنيه ده القانون، لأنه لم يتغير، واللي بيضاف علاوات مضمومة واعتبارات تأمينية هي اللي بترفعه للمستوى اللي هو ممكن يبقى موجود فيه، ولكن لم يتغير الحد الأدنى بالقانون حتى الآن. اللي هو مفيش عاقل ممكن يتخيل ان حد ممكن يعيش بهذه المبالغ، ولا ايضا ان الامور هتستمر زي ما هي في ظل شعب لم يعد يصمت ويعني بيترك الحكومة ويسكت عن حقوقه، خلاص انتهى هذا الزمن ولا إلى غير رجعة. أي حد عنده تصور أنه أي نظام سواء كانت فاشية مدنية أو فاشية دينية أنها ممكن، أو ديكتاتورية مدنية أو دينية أنها ممكن هتجبر الناس على أي شيء من هذا القبيل، لن يحدث. فالحقيقة أنه مسألة المطالبة بالحقوق عليها أنه تجعل الطرف الآخر أكثر عقلا، يبحث عن توازن المصالح. إحنا مش في معركة أنه العمال عايزين يأكلوا حقوق رب العمل او الرأسمالي، احنا عايزين العكس، ان هو ما ياكلش حقوق العمال، ان يبقى في درجة من التوازن في تقسيم القيمة المضافة المنتجة في العملية الانتاجية. العدالة الاجتماعية برضو ما هياش اصلاح نظام الاجور بس، تمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة بخلق فرص العمل. خلق فرص العمل لا يتم بمعدل استثمارها، بتتخلق ازاي؟ باستثمارات جديدة. احنا عندنا في الموازنة الأخيرة اللي عدتها حكومة الدكتور مرسي كانت الاستثمارات 63.7 مليار جنيه، يعني حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، شيء بائس إلى أبعد الحدود. لو افترضنا أن القطاع الخاص هيعمل 4 أمثالها يبقى 12 و3 15%، ممكن عاملين فعلا خطة، الخطة كانت الاستثمارات فيها 300 مليار، يعني حوالي 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي. دي آخر ما يمكن أنها تعمله، أنها تبقي الاقتصاد على حافة التباطؤ الاقتصادي عند نمو في حدود 2% 2.5%، لا يزيد عن ذلك. الدول اللي زي مصر اللي هي دول الدخل المتوسط المنخفض اللي احنا دولة منها، معدل الاستثمار فيها 37% من الناتج المحلي الإجمالي. طبعا بيصل في الصين لمستويات 48% من الناتج، بيصل في دول شرق آسيا والمحيط الهادي اللي هي الأكثر أو الأسرع نموا ل 41% في المتوسط في كل هذه البلدان. فإحنا بين الأدنى حتى إقليميا، الدول العربية الجزائر 41%، المغرب حوالي 36%، إحنا بين الأدنى إقليميا وعالميا. فبمعدل استثمار من هذا النوع لا يمكن أنك تخلق وظائف وتشغل المواطنين وتمكنهم من كسب عيشهم بكرامة. والدولة قدوة مواطنيها، هي ما بتستثمرش، معدل استثمارها متدني جدا، هي بتدي قدوة سيئة للقطاع الخاص ولثقافة الاستثمار عموما. وبالتالي ما يمكن رفع معدل الاستثمار، وكنت أنتظر أن أول إجراءات تاخدها الحكومة الحالية أنها إذا كنا ورثنا موازنة قلنا عليها وقتها أنها إعادة إنتاج فاسدة لنفس موازنات مبارك، علينا أن احنا نصلحها.